بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ولطيف بالنهار على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح بدري على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى، وفرص لأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري ومدن القناة. كمان في فرص لأمطار متوسطة وقد تكون غزيرة أحيانا ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن في استمرار في انخفاض درجات الحرارة والأمطار يعني مختلفة من مكان لمكان بين خفيفة ومتوسطة ورعدية أحيانا. بالفعل يمكن احنا من ساعات متاخره من الليل بنتاثر بوجود منخفض جوي بدا بالامطار على السواحل الشماليه الغربيه تحديدا عند مطروح، مع تقدم ساعات الليل ودخول الساعات الاولى من صباح يوم الخميس بدات تساقط الامطار. يمكن من ساعات الفجر في سقوط امطار متوسط لغزير على سواحلنا الشماليه، وتحديدا في محافظه الاسكندريه، بعض المناطق من خط الشيخ، كمان بعض المناطق من البحيره والدقهليه، بورسعيد، كافه السواحل الشماليه للبلاد حصل فيها تساقط الامطار، ومتوقع ان هو يستمر عليها تساقط الامطار ما بين المتوسط الى الغزير والرعد احيانا، وقد يصاحبه تساقط لبعض حبات البرد. وكمان المناطق الداخليه، بعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري زي المنوفيه وبعض المناطق من الشرقيه عليها الان امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه والرعديه. امتدت الامطار كمان خلال الساعات الاولى من الصباح لبعض المناطق من القاهره الكبرى، ففرص الامطار اليوم بتكون على المناطق الساحليه هي بين المتوسط والغزير بسبب تاثيرها اكثر بالمنخفض الجوي. كل ما تقدمنا للمناطق الداخليه كانت فرص الامطار اقل حده من المناطق الشماليه، ومتوقع استمرار فرص الامطار خلال الساعات القادمه خاصه في سواحلنا الشماليه الغربيه وتحديدا على الشمال الوجه البحري والاسكندريه ومطروح. يمكن كمان تم تعطيل اعمال الامتحانات على محافظه الاسكندريه بسبب سقوط الامطار ما بين المتوسط والغزير خلال الساعات الاولى من الصباح. مع سقوط الامطار وتكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه طبعا في انخفاض في درجات الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه، متوقع العظمى خلال فترة النهار تكون 18 درجة مئوية، يعني أجواء شتوية لطيفة خلال فترة النهار على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وأجواء معتدلة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار. أيضا متوقع خلال فترات الليل مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خاصة ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، هتكون الأجواء ما بين الباردة إلى شديدة البرودة على أغلب الأنحاء. كمان خلال فترة النهار اليوم في نشاط نسبي للرياح على أغلب المناطق، سرعات الرياح ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة، فده هيزود إحساسنا أكثر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس. هل الرياح دي مصاحبة برمال يعني؟ لا، الرياح إن شاء الله مش هتكون محملة بالأسربة والرمال المطر، هي فقط هتساعدنا على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة لأنها معظمها قادمة من على البحر المتوسط شماليات غربية، مش قادمة من على الصحراء، فما فيش أي أسربة ورمال مطر، فقط هتخلينا نحس أكثر بانخفاض درجات الحرارة. إن شاء الله مع غدا إن شاء الله هيحصل يعني انحسار لفرص الأمطار في المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، وهتتلاشى فرص سقوط الأمطار من على المناطق الداخلية مع استمرار طبعا انخفاض درجات الحرارة وكمان تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. بشكرك فنية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 18 والصغرى 11، العاصمة الإدارية 18-10، اسكندرية 17-13، العالمين الجديدة 16-12، مطروح 16-12، دمياط 19-13، بورسعيد 18-11، الإسماعيلية 19-11، السويس العظمى فيها 18 والصغرى 11، العريش 18-10، كاترين 15-1، طابة 21-11، حلايب 22-15، شلاتين 26-17، شرم الشيخ 22-12.
الغردقة 23/12، وبعد كده هنروح للفيوم اللي العظمى فيها 18 والصغرى 8، بني سويف 18/8، الوادي الجديد 23/6، أسيوط 19/7، سوهاج 21/9، قنا 22/9، الأقصر 22/8، وأسوان العظمى فيها 22 والصغرى 10. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. كمان عرفنا تفاصيل حالة الطقس النهاردة، في رياح وفي كمان شبورة مائية الصبح بدري وبالليل متأخر، درجات الحرارة في انخفاض، وفي أمطار بتختلف من منطقة لتانية ومن محافظة للتانية ما بين خفيفة ومتوسطة وأحيانا غزيرة ورعدية، وفي مناطق كمان هيكون فيها برد، ناخد بالنا ونلتزم بالتعليمات المرورية، نلبس طول الوقت لبس تقيل، وربنا يرجعكم يعني على بيوتكم بألف سلامة. نرجع مرة تانية لمنى ومصطفى نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لمنى. شكرا ليك يا لمنى.